اهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. نتوما معنا في هذه الجوله الليليه باش نقربوكم من الاوضاع كيفاش كتكون في ظل هذا حظر التجوال. كنعيشوا معكم هذه الاجواء الليليه مشاهدينا الكرام، ودائما كنكونوا فاتحين الحوار معكم وعبر لي كومونتير ديالكم باش كنشوفوا الاقتراحات ديالكم وكتعطيونا الاراء ديالكم في الاجواء الليليه في الدار البيضاء في ظل هذا الحجر هذا حظر التجوال كيف كنقولوا. وكنتمنوا من ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام الاخت بشرى، السلام خويا المهدي، السلام خويا عمر، السلام خويا زهير. هاي الاخت فاتي، احنا الوقت ديال العمل ديالنا وهذا الاخت توريه كنديروا جولات ليليه باش كنحاولوا نقربوا المواطنين الاوضاع كيفاش دايره. فوالا كل واحد والدومين ديالو، كاينين الناس ديال النظافه، كاينين الناس ديال السلطات المحليه، الناس ديال الامن، الناس ديال الصحه، دونك كل واحد عنده الوقت ديالو فين تيخدم. الاخت بتوريا خويا سعيد يلاه كيف جينا منه. الاخ سعيد كنا درنا جوله في المسجد ديال حسن ثاني ودزنا من حدا بورغون. اللهم امين اخي الحسين، اللهم ارفع علينا هذا الوباء ويبعدوا علينا. ودائما الحيطه والحذر، ما تنساوش دائما التدابير الوقائيه اللي ديروا الكمامات والمعقمات ديالكم وتحافظوا على مسافه التباعد اكيد. كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء كيفاش دايره، اجواء هادئه في الدار البيضاء. احنا الان كتواجدوا بمنطقه المعارف بيران زران، الشارع كيف ما كتشوفوا كيكون عامر دائما، دونك دائما كنحاولوا نخليكم قراب من الصوره. اللهم امين خويا الحسين، اللهم امين. وعليكم السلام اخي عباس ناظور. هذه الاخ امين بيران زران، حنا في منطقه المعارف. شكرا الاخت توريا، ربي يخليك، شكرا. اللهم امين اخي ووفق جميع المسلمين ان شاء الله. شكرا اخي مصطفى، الله يخطيك. ان شاء الله اخي، احنا دائما كنديروا هذه الجولات، كل مره كنختاروا منطقه كنجولوا فيها جوله ليليه، وكنحاولوا نخليو حتى المواطنين يتقربوا من الوضع ويشوفوا اجواء الليليه في حظر التجوال. احنا اليوم في منطقه المعارف في بيران زران، غدا ان شاء الله نمشيو لمنطقه اخرى، وكذلك تستمر السلسله الليليه بما ربي ان شاء الله رفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. وترجع الحياة للطبيعة ديالها إن شاء الله، ونرجعوا في جولات أخرى إن شاء الله. بيان سور الأخت فاتحة، حنا في كازابلانكا. اللهم أمين أخي ميدو. سعيدينو، لا باقي ما بقى والو أخي، كل شيء ساد دابا. صباح النور اخي حميد، صباح النور. تحية من عروسة الشمال، وتحية ليك من عريس الجنوب. تحية للناس ديال الشمال كاملين، وتحية كبيرة لكم كاملين أخي فيصل. السلام الأخت نورا،
أصبحك مبروك أو ويا أخويا سيدينو. فهمتك أخويا. إن شاء الله غدا تدوز بكري وتقضي الغراض. لما كاينين طاكسيات دابا أخي أمين قليل اللي كتلقى طاكسيات حمرين بحكم كاينين بعد يعني كتلقى بعض الشركات ولا الناس خدامين دونك كيكونوا بعض مرات شي طاكسيات حمرين اللي كيهزوا الناس اللي خارجين من العمل ديالهم اللي كيكون عندهم في حالات استثنائيه كيكونوا قلال ماشي بزاف. الاخي عبد السلام كيقول لنا السلام عليكم، الله يرفع علينا هذا الفيروس وحتى ترجع المياه المجارية ويحفظ البلاد من كل سوء. شهادة من مدينة مكناس، الله معكم وشكرا. شكرا لك وتحية للناس ديال مكناس وتحية لك كبيرة اخي عبد السلام وكنشكرك جزيل الشكر. ان شاء الله الاخت فتيحة مرحبا، احنا دابا في كازا بلانكا، مرحبا سوايو بيان فاني الاخت فتيحة. حنا الاخ رشيد حنا في جوله ليليه وكنهضروا مع المواطنين في امور ديال اللي كتحت على وزاره الصحه اللي هي الكمامات، كنحاولوا نهضروا مع الناس على التباعد الجسدي. ما فهمتش هذا الموضوع اللي هضرتي عليه نتايا، ما فهمتش اخي رشيد. الله يهديك وصافي. الاحوال هنايا الجو مستقر، الجو بخير، غاوما الحالات الوبائيه كترتفع بشكل كبير، هادشي اللي ما كنتمناوش، كنتمناو من الله ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء، وكنحاولوا كنتمناو من بعض المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائيه، وربي يدير اللي فيها الخير اخي ميدو. الحمد لله على كل حال الاخت بشرى، هادشي اللي كاين. كذلك اخي حسين جزاك الله خير، انت كتشوف بعض الناس الله يسمح لهم الانسان ما كيقول شي حاجه مفيده فهمتي، ما كيلقى ما كيقول كيبدا الله يهديهم وصافي، هادشي اللي غادي نقدر نقول. الحمد لله اخي، الحمد لله كل شيء على ما يرام. شكرا اخويا امين، تحيه لك كذلك من كذا بيران زران، التحيه للحي الحسني اخي. تحياتي كذلك اخي عبد الله، تحية كبيرة لك. ايوا دوماج خويا سيدينو، مرحبا بك ان شاء الله، الله يرفع هذا الوباء ان شاء الله وترجع ان شاء الله للمغرب وتقضي الغرض اللي على بالك. صباح الخير من هوارة، صباح الخير من الدار البيضاء اخي، وتحية للناس ديال هوارة. الشافعي كيقول لنا تحيه من ايطاليا، تحيه لكم من الدار البيضاء من المغرب وتحيه للناس ديال ايطاليا والناس ديال الجاليه المغربيه في مكانه ان شاء الله. ان شاء الله خويا ان شاء الله تجيب الفرصه نجيو على تشيكا ونشوفوا التلج. مرحبا اخي ابراهيم، انت مرحبا بك في الدار البيضاء، وحنا راه المغرب من طنجه للقويره، المغرب بلادنا والحمد لله موالفين دائما كنسافروا. احنا تحبسنا في كازا دونك الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع الامور كيف ما كانت. شكرا اخي فتاح لاليختيك، شكرا. تحيه ليك خويا عبدو، تحيه للناس ديال فرنسا والناس ديال الجاليه المغربيه، وتحيه لك من كازا من بيرانزاران من المعارف اخي عبدو. لا مازال اخي من الزين، حنا مازال في المعارف اخي من الزين، مازال ما وصلناش لدرب السلطان. تحيه كبيره لك خويا كريمي، تحيه لك وتحيه للناس ديال الداخله، تحيه لك من الدار البيضاء وصباحك مبروك.
غنحاولوا نشوفوا هذا الامر اخي عبد الرزاق، غنديروا واحد الجوله تما وغنعاودوا نشوفوا عبد الرزاق العلوي ان شاء الله. كنوعدك انني غندوز من تما ان شاء الله وغنحاول نديروا معاينه لهاد المنطقه اللي قلتي لينا. كنشكرك اخي عبد الرزاق. تحية لك كذلك خويا الكبير من الدار البيضاء، تحية كبيرة لك وتحية للناس ديال أكادير. شكرا خويا ميدو، تحية للناس ديال أكادير، تحية للمغاربة كاملين اللي سهرانين معنا في هاد اللايف. خويا رشيد كيبقى داك التوجه ديالك وعندك كيف كيقول لك الفكرة تناقش والرأي يحترم. نحترم الرأي ديالك ولكن يكون النقد بناء، ميكونش النقد من أجل النقد، حيت ما درتيش أنت واحد النقد بناء مثلا ودويتي بواحد المستوى راقي باش حنا نحاولوا نناقشوا معك. دويتي بواحد الكلام زعما ساقط، يعني يستحيل واحد يشوف فيه. وحنا يقدروا يكونوا والديك كيتفرجوا معنا، كاينين عائلات، كاينين الناس، كاينين يعني حشومه. هادشي اللي بغيت نوصل لك اخي رشيد. السلام اخي تيكينو، السلام، تبارك الله عليك. كتبان لي دير اللوغو ديال بلج، لكن شي في بلجيكا. تحيه لك وتحيه للناس ديال بلجيكا كاملين. اللهم امين خويا كريمي، الله يهدي الجميع، داكشي اللي كنتمناه. الله يهدي الجميع، اللهم امين خويا فتاح، الله يلطف بينا ويلطف بجميع المسلمين ويرفع لنا. سفيان، هذا واجب علينا خويا سفيان. حنايا كولاد كازا وكمغاربه كنحاولوا نحسوا بالناس ديال اوروبا، وانا كنت عشت واحد البيريود في اوروبا وكنحس بالناس اللي كيكونوا في اوروبا. بحال هكا كيشوف شي لايف في كازا وهذا ولا في شي مدينه اللي كتكون يعني هو تزاد فيها، كيعجبو الحال، يعني كترجعوا لهذيك الحنين، كيكون عنده شي ذكريات في ديك البلاصه كدوز منها، كيعجبو الحال. دونك هذا واجب علينا خويا سفيان، وتحيه ليك وتحيه للناس ديال هولندا كاملين، والله يسهل عليكم يا ربي امين. هذاك الشيء اللي كاين الاخت ابتسام، فوالا هادشي اللي قلنا، حيت كاينين ناس، كاينين عائلات كيتفرجوا فينا، حنا كنناقشوا مع المواطنين يعني بقلب، يعني من قلب الى قلب. حنا ولاد الشعب كنناقشوا الامور ديالنا، الامور ديال المجتمع، كنديروا معكم جولات ليليه، يعني اللي سولتونا كنحاولوا نجاوبكم على قد المستطاع. دونك الانسان اللي بغى يقول شي حاجه خايبه ولا هذا، الاحسن يعني يصمت احسن ليه. اللهم امين خويا سيدي نور، ربي يخليك. وتحيه كبيره ليك من المغرب، وتحيه كبيره للناس ديال بريطانيا، وتحيه كبيره لكم كاملين والجاليه المغربيه بصفه عامه. اللهم امين اخي امين، ويسهل على الجميع. اللهم امين. تحياتي من اكادير سوس، تحيه كبيره للناس ديال سوس والناس ديال اكادير، وكيف دير الاحوال عندكم وكيف دير الاجواء عندكم. كنتمناو من ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، ونزوروا هذيك المدينه الزويونه ان شاء الله. صباح الخير خويا كريمي من مدينه الداخله، اللهم امين. اخي حميد، حميد الله يرفع علينا هذا الوباء، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خويا سعيد، تحيه كبيره ليك. تحيه ليك كبيره خويا اصالة عبدو، كيقول لنا ربي يعاونك خويا، وتحيه من عين العتيق، وتحيه ليك، وتحيه من وتحيه للناس ديال عين العتيق. ما عرفتش هذه المنطقه بالضبط، الا قدرتي تكتب لنا اين بلاصه حداها معروفه بالضبط باش نعرفها. انا عز عليا دوك المناطق اللي كيكونوا صغار، يعني مني كتجي الفرصه كنبغي نحاول نزور هاد المناطق هادو، كيكونوا زوينين وكيكونوا الناس ديالهم اهل ديال الكرم كما كباقي المغاربه. الحمد لله هادشي كيف الراح. شكرا خويا الشافعي، الشافعي تبارك الله عليك وتحيه كبيره ليك. مرحبا خويا نبيل، مرحبا على الراس والعين. وتحياتي كذلك خويا
تحياتي من كازابلانكا من المعريف، وتحياتي ليك والناس ديال فرانكفورت والناس ديال ألمانيا. صباحكم مبروك، والله يسهل عليكم والله يسهل على جميع المسلمين، وخصوصا الناس خوتنا اللي في أوروبا مساكن كيضربوا تمارة وكيفيقوا الصباح. الله يسهل عليكم أخوتي، وإن شاء الله وترجعوا لبلادكم إن شاء الله، ويرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله، وترجعوا الحال يعني الأحضان ديال البلاد ديالكم. صباح الخير خويا عبد الفتاح، صباح النور عليك. مرحبا مرحبا خويا امين، تكلم معايا وانا معاك. مرحبا، تحيه الناس ديال ايطاليا اخي كذلك. اللهم امين، اللهم امين خويا مصطفى، والله يعاون الجميع. شكرا كثيرا، شكرا ليك اخويا. مرحبا، اللهم امين خويا حميد، صباحك مبروك خويا. السلام عليك والناس، وتحيه للناس ديال الجيري، وتحيه كبيره ليك. وحنايا دابا في المغرب، تحيه ليك من الدار البيضاء بالضبط من المعارف. تحيه ليك وتحيه لجميع العرب فيما كانوا، جميع المسلمين. اللهم امين خويا اختي توريا، تحيه ليك وتحيه للناس ديال سلا. والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وترجع الحياه للطبيعه ديالها باذن الله تعالى. شكرا اختي، شكرا خويا مراد، وتحيه ليك كذلك، تحيه كبيره ليك. شكرا خويا عبد الرزاق، هذا دائما كنتمنى نكونوا عند الحسن الظن ديالكم، وهذا شرف لينا اخي عبد الرزاق، تحيه ليك كبيره خويا. بونجور اختي منال، صباحك مبروك. شموخ العز، تبارك الله عليك، شكرا لالي ختك اخي، تحيه كبيره ليك. انا هنا يا اخي ليفربول، مرحبا مرحبا في اي وقت. سلام خويا مراد، عين عتيق جات بين الصخيرات وتمارا. اوكي خويا صالح، تحيه كبيره ليك، ان شاء الله تجيب الفرزه ونزوروا هذه المنطقه، هذه غتكون رائعه. جات حتى المنطقه اللي جات فيها منطقه زوينه. مباركه كذلك خويا فتاح، لا لا كون هاني خويا فتاح، حنا موالفين بهذا الشيء ما تخممش. تحيه كبيره ليك خويا، وجمعه مباركه عليك، والله يرفع علينا هذا الوباء، هذا الشيء اللي كنتمناه اخي فتاح. لا لا خطيك، اللهم امين خويا طارق. اللهم امين، بلغيتي خويا طارق بلغيتي. لا لا خطيك، شكرا، والله يسهل على جميع المسلمين. لا لا خطيك خويا، شكرا. الحمد لله اخي الحسين، ما سخيناش بكم صراحه، الحوار معكم شيق، ولي كومونتير ديالكم، وكنشكركم على التفاعل ديالكم الدائم اللي ما كتبخلوش علينا به. والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وحنا دائما معكم في الجولات الليليه ان شاء الله. وكنتمناو ان شاء الله ديما نجيبوا لكم شي حاجه زوينه، وديما ان شاء الله تكون افكار جديده، وديما ان شاء الله شي نهار نجي نقول لكم كاينه زيرو حاله، وكل شيء خرج، وكل شيء يكون بخير، وما نعيشوش هذا حظر التجوال مره اخرى. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. تبارك الله عليكم، وشكرا شكرا بزاف ليكم.